عشان نتعلم بقى من الدروس دي. ايتو راجع فين وبيغطي ازاي، والكره الطوبه خطر جدا. جينكسون وجول جول 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 جول. كيفن امامنا هنا، شوف الكره وشوف الانطلاقه والمهاره الحلوه من جانب اللاعب سبيليكويتا. ادي امامنا سيزار سبيليكويتا في خطر قاتل من جينكسون، وسبيليكويتا هو الظهير الايمن اللي عمل الهجمه السريعه. شوف التميز بقى، شوف التميز هنا، وامامنا هدف لتشيلسي لكن بخطا قاتل من جينكسون. بص شوف ايتو شال الركنيه وبدا الهجمه ازاي وعمل الكره الجميله. وادي امامنا اسيان والكره تتطم في قدم ويلتشير ويخطئها في هذه اللحظات ايضا اللاعب المدافع جينكسون، عملها قصيره لكن توقع ممتاز مش من مهاجم، من مدافع، ويخلصها جميله جدا جدا جدا. ادي امامنا هنا هدف في جانب من التوفيق، وامامنا هنا المدافع سيزار اسبيليكويتا الاسباني انطلق في هذه اللقطه، وامامنا الخطا الفادح من كارل جينكسون، وايضا الحارس هنا الحارس فابيانسكي، يعني نايم فابيانسكي امامنا هنا حراسه المرمى، مشكله في نادي الارسنال. هدف لاسبيليكويتا، هدف لسيزار اسبيليكويتا في الشوط الاول، سجله بخطا قاتل من جينكسون. ادي امامنا ماتا، يا ولد يا ولد يا ماتا يا ولد يا ولد يا ماتا. هنا بقى الاخطاء، استثمار الاخطاء هو درس في هذه المباراه. الاسباني الاسباني الميتادور الاسباني وان مانويل ماتا يسجل لتشيلسي في هذه اللحظات الهدف الثاني في الوقت اللي نزل فيه اوزيل. امامنا هنا تشيلسي عادي رامي التماس فيها، والله شاك رامي التماس في تنفيذها. شوف هنا ويليان، وشوف دفاع نادي الارسنال والضغط في وسط الملعب النهارده. كره ما بين ويلتشر وما بين اللاعب ويليان، لكن مكمل حلو قوي ماتا، يسند بالشمال ويحطها في اليمين، صعبه قوي على لوكاس فابيانسكي، يكون الهدف الثاني الجميل الملعوب. امامنا هنا استغلال الهفوات، التغطيه متاخره من الدفاع، سواء من كوتسيلني من فيرمايلن وحتى مونريال اللي ما رحلش في اللقطه الماضيه، لكن بعيد شويه مونريال عن الكوره. متعس والكوره تتطم في قدم ويلتشير ويخطئها في هذه اللحظات ايضا اللاعب المدافع جينكسون، عملها قصيره لكن توقع ممتاز مش من مهاجم، من مدافع، ويخلصها جميله جدا جدا جدا. ادي امامنا هنا هدف في جانب من التوفيق، وامامنا هنا المدافع سيزار اسبيليكويتا الاسباني انطلق في هذه اللقطه، وامامنا الخطا الفادح من كارل جينكسون، وايضا الحارس هنا الحارس فابيانسكي، يعني نايم فابيانسكي امامنا هنا حراسه المرمى، مشكله في نادي الارسنال. هدف لاسبيليكويتا الاسباني الميتادور الاسباني وان مانويل ماتا يسجل لتشيلسي في هذه اللحظات الهدف الثاني في الوقت اللي نزل فيه اوزيل. امامنا هنا تشيلسي عادي رامي التماس فيها، والله شاك رامي التماس في تنفيذها. شوف هنا ويليان، وشوف دفاع نادي الارسنال والضغط في وسط الملعب النهارده. كره ما بين ويلتشر وما بين اللاعب ويليان، لكن مكمل حلو قوي ماتا، يسند بالشمال ويحطها في اليمين، صعبه قوي على لوكاس فابيانسكي، يكون الهدف الثاني الجميل الملعوب. امامنا هنا استغلال الهفوات، التغطيه متاخره من الدفاع، سواء من كوتسيلني من فيرمايلن وحتى مونريال اللي ما رحلش في اللقطه الماضيه، لكن بعيد شويه مونريال عن الكوره. متعس